نص كيلو من البطاطس. البطاطس هنجيبها نقطعها مكعبات ونحمرها، تمام، مكعبات كده صغيره ما تبقاش كبيره. هنحتاج كمان نص كيلو من البتنجان الرومي متقطع مكعبات ومتحمر، 2 فلفل رومي متقطع مكعبات صغيره، فلفل حامي متقطع صغير، عندنا 3 طماطميات، واخدين اللحم وسايبين القلب. وعلى فكره لما بنيجي نقول دايما هناخد اللحم بس بتاع الطماطم والقلب بتاعه، اوعي ترمي، يعني جمعيهم في كيس كده في الفريزر، ولما تجمعي شويه اضربيهم وصفيهم واشتغلي بيهم اي نوع خضار هيبقى زي الفل، تمام، مفيش حاجه بتترمي. عندنا كمان معلقه كبيره من الهريسه، هريسه الشطه، 2 كوباية من مكس الجبن، وعندنا رشه صغيره من بهارات السبعه ورشه كزبره ناشفه، توم باودر وكمون وملح وفلفل اسود، وطبعا عيش علشان الحشو. زي ما انتم شايفين كده المقادير سهله ولذيذه، وعايزاكم تتخيلوا الطعم كده مع بعض كده، هتلاقي الطعم هيطلع حكايه حرفيا. بينا ناخد بقى، تعالوا الناحيه دي معلش هتعبكم معايا، ناخد البتنجان يلا المتحمر. احنا عندنا يعتبر كل حاجه مستويه، مش محتاجين اي حاجه خالص غير ان العيش يدخل يتشرب من الكلام ده كله، والخلطه تسخن والجبنه تسيح وكله يمسك مع بعضه، وتطلع بألف هنا وشفا، سهله وبسيطه وطعمه جدا. ادي كمان البطاطس، الجبن طبعا اللي هتمسك المكونات وتديها الطعم الجميل، عندي كمان الفلفل والطماطم. بينا بقى نحط كده الكزبره، الكمون، رشه كده من الكمون، البطاطس والبتنجان بيحبوا الكمون، وادي توم باودر، وعندنا كمان فلفل الحامي، وادي الهريسه. والهريسه دي طبعا ليكوا فيها مطلق الحريه، بس طبعا هتدي طعم مش قادره اقول لكم جميل قد ايه. كده خلصنا، بصوا الخلطه وجمالها تحفه، ومش محتاجه تسويه كبيره، ما فيهاش حاجات نيه، كله مستوي، فيا دوبك احنا محتاجين بس ناخد اللون وان الجبنه تسيح مع كل المكونات وكله كده يتشرب من بعضه. حته كده صغيره مع الزيت، وتعالوا بينا بقى ايه، يلا الطاسه بتاعتنا سخنه والدنيا تمام، اتاكد كده من درجه الحراره، حاضر، يلا ادي رغيف وادي الرغيف التاني. بنسوي دلوقتي حواوشي الخضار، وحواوشي الخضار هو ما فيهوش حاجه نيه، فبالتالي انا مش محتاجه اغطي خالص. هحتاج امتى اغطي الحواوشي وهدي عليه النار؟ لما يكون الحواوشي اللي عندي اي نوع من انواع اللحوم زي السي فود او اللحمه او الفراخ، ايا كان الحاجه اللي انا حطها نيه، فانا لازم بعد ما احطها بالشكل ده ههدي النار واغطيها علشان تدخل في التسويه، ما تحمرش على الفاضي، تمام؟ ده ضروري جدا في التسويه. تعالوا نقلب ده كده ونقلب ده كده ونسيبهم بقى يستووا. شغال ان شاء الله، شغال اهو، شغال زي الفل. خلاص هنخليهم بقى يستووا براحتهم جدا.